عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين معاكم وعيش صباحك، وزي ما قلنا لكم ضيفنا النهارده ضيف مهم جدا وفنان جميل جدا جدا، ويعني شخصيه فنيه هامه في تاريخ الدراما المصريه والسينما برضو طبعا المصريه. وطمعنا ان هو يشرفنا النهارده عشان ناخد رايه شويه في الدراما الحاليه والاخبار والحاجات اللي بتحصل الفنيه دي. ضيفنا الفنان الجميل محمد ابو داوود. صباح الخير استاذ محمد. صباح الفل. صباح الهنا. منورنا ومشرفنا وصحينا لك بدري. معلش انتوا اللي منورين، انا ما نمتش. هتقول لي صحيح؟ طب يعني اوكي. لا والله احنا محتاجين نقرب من المايك سنه بس عشان الناس تسمع صوت حضرتك الحلو كده كويس. ايوه. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام التمام. يعني عيش صباحك شيء جميل. و احب اقول بالمناسبه دي يعني موقف كده حصل لي. ايوه. من كام سنه ارجوك. بمناسبه الصباح يعني كان عندي تصوير مع محمد صبحي، بنعمل مسلسل. أيوه. في سنبل. yeah. وسنبل في الطريق الصحراوي، فنازل من بيتنا مكشر قوي جنب مني المساعد وانا مكشر عامل كده. انا من عادة الصبحيه لما انزل بدري اروح فاتح محطه القران اسمع شويه القران، خلص القران اقلب بقى يعني. يوميها سبت المحطه، فبعد القران ما خلص فجي حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: من صحى من نومه آمن في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه ملك الدنيا وما فيها. فأنا انتبهت قوي كده، قلت إيه يعني اللي صحى من نومه وعنده قوت يومه؟ ده أنا مش عندي قوت يومي، عندي قوت يومي والأسبوع الجاي والشهر الجاي والسنة الجاية، أمال أنا مكشر ليه كده؟ فرحت مبتسم وضاحك، لأن فعلا اكتشفت إن ممكن انام ما امشي يبقى صحيح. الحياه انتهت، انما لو صحيت ولا ما عنديش حاجه خالص غير قوت يومي ومعافى في بدني وفي امن في سربي يعني في امان، ده يبقى انا ملكت الدنيا طبعا. فرحت ضاحك ومن ساعتها بقيت زعلان، خاصه ان انا كنت ساعتها شغال في 5 مسلسلات تانيين يعني عندي كل حاجه. ايه سبب التكشيره؟ فهو لما عيش صباحك يبقى تعيش وتقوم مبتسم مهما كانت الظروف او اي عوامل اخرى. الله يا استاذ محمد، الله يجيت في وقتك. طيب خلينا نبدا بحاجه، هندخل على الشغل بتاع حضرتك، بس عندي سؤال مهم جدا. حضرتك اشتغلت اعمال دراما كتير جدا، يعني لو قعدنا نحصر فيها محتاجين حلقه تانية، بس سوق الدراما اختلف والموضوع بقى تجاري جدا بزياده. هو طول عمره تجاري وده شيء مفهوم، الفن لازم يبقى فيه تجاره ولازم لانه فيه فلوس. العنصر التجاري لما تغلب على الحتة الفنية، اولا الاسعار زادت وبالتالي القنوات اشتكت، وبالتالي ده خلى في نجوم شباب تطلع، وده مفهوم ومطلوب ان يبقى في صف تاني وتالت وعاشر، بس في نفس الوقت المستويات بقت متباينة قوي. يعني بنشوف نجوم بدون ذكر اسماء طبعا، او شباب بدون ذكر اسماء دون المستوى. يعني حقيقي هو انت بتمثل ازاي، او حقيقي انت ازاي عملوا لك كاستنج وبقيتي بتطلع بتمثلي؟ ما هو بس لو حضرتك خدت بالك هتكتشف ان في نجوم بتطلع فجأة وتختفي فجأة. صح. ليه؟ لان النهاردة ما تقدرش تقول ان في صناعة نجم. يعني زمان كان المنتجين الحقيقيين، منتج يعني ايه؟ يعني هو موهوب عنده موهبة الانتاج زي موهبة التأليف والاخراج والتمثيل وكل عناصر الفن. لان الفن صناعة وتجارة وفن. صحيح. ما تقدرش، لانك لو عملت فن بصناعة جيدة وخسرت مش هتنتج تاني. صح. فالتلاتة موجودين. اما تشوف منتجين القدامى بيجيب وجه جديد ولكن مش بيقدمه في عمل ويسيبه علشان يترستق او يتثبت في مكانه، لازم على الاقل يكون بيعمل له 3-4 اعمال ورا بعض يتثبت خلاص. النهارده احنا عيني فيه، انا شخصيا بصعب عليا، ناس بتطلع بتاخد الفرصه وهي مش قدها وبتطلع وبتظهر وبتختفي. بدليل ان ممكن تقول تتفرج على حد ومانش عارف اسمه، دي مشكله. صحيح. فعلشان كده انا دايما بقول ان لو بعد اي ثوره بيبقى في مرحله فوضى وفي تهرؤ.
وده حصل كتير. انما بعد شويه استقرار الامور هترجع لنصابها مره تانية. هل ده ليه علاقه بالعوامل الماديه، انه مثلا النجوم الشباب او الممثلين الشباب دول اجورهم معقوله او بسيطه نوعا ما، فده بيشجع المنتجين انه يجازف بوجوه قد لا تصلح للدراما او للسينما؟ ما هو حضرتك اللي بيحصل ايه، ان المنتج النهارده في اغلب الاعمال بيجيب نجم او نجمه وبيحاول يوفر في الاجور الاخرى. تمام. دي بتاثر. ما عدا بعض النجوم بيبقوا عايين لده، ان هو كل الادوار اللي جنبه حتى لو كانت صغيره يجيب فيها ممثلين كويسين. هو الوجوه بعض الناس ما بتاخدش فلوس. تاخد فلوس ضئيله. انما مش هو ده يعني طول عمر السينما او التلفزيون او المسرح بيفرخ، يعني لما يبقى في عندي نجم واجره عالي قوي فمضطر ده خده ومش هيعمل غير العمل ده فبضطر اطلع حد تاني. طبعًا. يطلع بس يكون موهوب حقيقة ويتحمل المسؤولية، لان دي انت عشان حضرتك تعمل بطولة او تعمل دور مهم لازم تكون قدها. صحيح. مش اي حد. لذلك هتلاقي ناس كتير طلعت انما اللي استمروا قليلين. طب استاذ محمد عندي سؤال بقى دلوقتي. سامعين ان الدراما بتاعت رمضان 2018 عباره عن لغايه دلوقتي سوفر 7 مسلسلات، وسامعين ان هي مش هيبقى بنفس الكم اللي احنا متعودين عليه في رمضان. هل حضرتك شايف انه ده مشاكل تجاريه او انتاجيه، ولا مشاكل اولا علشان المسلسلات بقت بره يعني بره رمضان موجود برده فكره الاوف سيزن وتنجح زي ما احنا شايفين مع الحمد لله يعني مع مسلسلات كتيره الفتره اللي فاتت بره سياق رمضان خالص وناجحه جدا واخده نسبه مشاهده عاليه، ولا يعني شايف مشاكل فين؟ نمره واحد هم من 7 مسلسلات. اوكي. هم اكتر كنا بنحصرهم قريب. ايوه. هم هيبقوا 28 مسلسل. يا فعلا. اوكي. انما المشكله ان حصل تاخير لان بقى كل مسلسل هيتعرض فين. فبقت كل قناه بتحاول تاخد العدد، انما طبعا هيبقى اقل من السنة اللي فاتت نظرا لظروف بعض القنوات اللي ما عندهاش فلوس وعليها ديون وكثير من المنتجين لهم فلوس عند القنوات، فاللي بيشتغل يعني زي ما بنقول ايه بيشتغل يعني من اللحم الحي يعني لان ليهم فلوس كتير، في منتجين كتير في السوق ليهم فلوس. انما هو هيحصل شوية غربلة. اوكي. نتمنى ان الغربلة تبقى للافضل، ونتمنى كمان ان يعني انا من انصار ان يقل الشغل عشان يستمر على مدى السنة. اوكي. ما نبقاش نبقى قاعدين طول السنة عشان نيجي نشتغل في شهر رمضان. بس ده حصل بقاله سنة. لا احنا بقالنا سنتين. سنتين. بس العدد قليل اللي بره السيزون يعني. يعني مسلسلين يعني رمضان حاجة و50 وطول السنة 20 مسلسل مثلا. اقل يعني اقل ما بيزيدوش عن 6-7 مسلسلات. صح. انما لو احنا تلاقي حضرتك دلوقتي ان المسلسلات اللي خارج رمضان بتشاف احسن من اللي في رمضان. ليه؟ هو شايف هم مسلسلين بيشوفهم فبيعرف يتابعهم. انما لما يبقى معروض الكم ده اي متفرج ايا كان عشان في التزامات اخرى هيختار مسلسلين 3 بالكتير. ففي مسلسلات جيده وبتتظلم. صح. طيب احنا مكملين كلامنا، وارجوكم لو انتوا عندكم اسئله برضو بعتوها في مسجز على 1006. احنا منورنا ضيفنا الفنان الجميل جدا الفنان احمد محمد ابو داود، ومكملين معاكم وهنطلع هنطلع فاصل سريع جدا ونرجع تاني على طول. عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مكملين معاكم وانتوا بتسمعوا عيش صباحك، ومنورنا الفنان الجميل محمد ابو داود، وجاي حضرتك مسجز اوريدي. بونجور مستر محمد زوزو ومروان، حضرتك فنان جميل قوي وبجد انا بحبك جدا، وربنا يكرمك حضرتك ويكرم الاساطير اللي زي حضرتك. دي نانسي المحاميه. صباح الخير يا نانسي. ربنا يخليكي. طيب استاذ محمد، حضرتك من الجيل بتاع عصر النجم الاوحد ونجم اللي احنا كلنا بنطلع معاه وبناخد ادوار مهمه جدا ومؤثره في الافلام، بس هو
الفيلم باسم شخص في الاخر. حاليا برضو بقالنا كام سنه كده الموضه ديت مش موجوده قوي، وفكره البطوله الجماعيه موجوده بقوه. ايه رايك بقى يعني بما انك لسه معاصر معانا ومكمل ما شاء الله وشاركت اكيد في الاعمال دي ودي، ايه رايك وشايف تطور ده سلبي ولا ايجابي؟ لا انا بس عايز اوضح حاجه، ان حكايه النجم الاوحد دي على مدار العصور في جزء منها موجود وجزء مش موجود. أوكي. يعني حتى في الزمن القديم هتلاقي ان نجوم كتير كانوا بيبقوا مع بعض ونجوم كبار، بس الفيلم لشخص في الاخر بيتقال ده البطل. لا في افلام كتير مش لبطل واحد. اوكي. قليل اللي كان ده. طب انما كنت هتلاقي طبعا. لا حتى من اقدم من كده. اوكي. ما الكيف ده في مجموعه مش طبعا. مش شخص واحد. يعني لا في اساطير، انما يعني شوف حضرتك مثلا فيلم زي لا انام في كم نجم. اوكي. بس هو اسم فيلم الفتن حمام، وهل الادوار اللي جنب منها كلها لا ولا أقل؟ لا طبعا لا جماهيريا مش اقل، بس انا بتكلم على تجاريا حتى بيتقال ان الفيلم للفنان لا او للفنان. احنا بقى يكون الصحافه او النقد يقول مش قضيتي. اوكي. انما لما تيجي تشوفي الادوار يعني فاتن حمامه، يحيى شاهين طبعا، عمر الشريف طبعا، هند رستم طبعا، رشدي أباظة، مش مريم فخر الدين، لا كتير طبعا في افلام كتير. انما بقى كون بيبقى فيه نجم معروف او بيشترط اكتر من الاخرين، بس هتشوفي تركيبه الافيش برضو ازاي. انما هتلاقي نجوم كتير كانوا بيبقوا مع بعض، والنجوم في الزمن القديم كلهم كانوا بينتجوا وكل واحد يجيب زمايله يجاملوه، يعني ياخدوا فلوس ولكن يجاملوه في حاجات اخرى. أي. وممكن يبقى الدور اصغر وكده. انما حكايه ان في البطولات الجماعيه طول عمرها موجوده، كونها النهارده انت بتحاولي بالبطولات الجماعيه تفك النجم الواحد باربع خمس نجوم صغيرين يعملوا اجر نجم. بس موهبة افكهم موهبة ولا ماديا؟ لا هتفكيهم ماديا. موهبة لا، ممكن يبقى يطلع منهم نجوم جامدين مش شرط، انما انت بتفكوهم ماديا. يعني هنا لو جبت النجم ده هياخد اربعة قروش، انا هجيب اربعة ياخدوا الاربعة قروش. اوكي. او ياخدوا تلاتة عشان يوفروا لي من التاني وبيع، لان هبيع اقل. يعني فكر انتاجي تجاري بحت اكثر من زي ما قلنا. الفن صناعه. أوكي. وتجاره وفن. أوكي. طيب استاذ محمد، الزمان مش زمان، خلينا نتكلم عموما، هنطلع الحته الماديه بره، انه فلان بيتحسب انه نجم عشان هو بيجيب ايرادات، نجم شباك. طيب ايه العوامل التانية اللي كانت موجوده زمان، وهل العوامل دي اتغيرت دلوقتي ولا لا، عشان اقول على فلان بقى نجم ولا لا، او فلانه بقت نجم ولا لا، بعيدا عن نقطه الايراد بياخد كام؟ لا الورق اللي يتعرض على مروان وهو لسه ما بيعرفش يمثل ممكن يتعرض على فلان النجم فلان وهو. ما هو انت صناعه النجم دي جزئيه اخرى. انما لما هتيجي تشوف على مدار التاريخ عشان تطلع نجم لازم تبقى جايب حد جنب منه يشيله. يعني مثلا لما تشوف متدفي فيه، لا الانتاج هيبيع ازاي. يعني لما تيجي حضرتك تشوف صراع في الوادي، اول بطوله لعمر الشريف، فيوسف شاهين جايب فاتن حمامه فباع بفاتن حمامه. خلاص جنب منها مين؟ زكي رستم، فريد شوقي معروف عن الناس، وجبت الوجه الجديد قدمته بقى بطل. فلازم انا علشان اصنع واصنع صح لازم ابقى سنده صح طبعا. ومن هنا مثلا هنقول افيه كده دعابه في الوسط كده، الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني رحمه الله عليه استاذنا، وكان استاذنا في المعهد، وكان في اساتذه معروفين قدامه، اما يجي منتج زي الاستاذ رمسيس نجيب او المنتجين الكبار عايز يكتشف وجه جديد، فيجيب يا اما الاستاذ عبد الرحيم عصر او الاستاذ عبد الرحيم الزرقاني يعلموه اداء والقاء ولغه عربيه وكده يعني. فجابوا الاستاذ ابراهيم الزرقاني، جابوا له الاستاذ عمر الشريف. فعمل له تيست قال لا يصلح للتمثيل،
والديفو الأساسي عنده صوته. خلاص. ليه؟ من خلال لو شفتوا أول فيلم الأستاذ عمر والصوت والبتاع تركيبة مختلفة يعني كده. فقال فجأة عمر الشريف بقى نجم وكبر. جابوا لي حد تاني فقلت لا يصلح وديفواتك نجح. لحد ما جابوا له الأستاذة الكبيرة العظيمة نجلاء فتحي زهرة. الله. وجابوها له الأستاذ رمسيس. فجي مرانا قال لك أنا كل ما أقول على حد لا يصلح بينجح. بينجح. فهو شايف إن كان صوت مدام نجلاء والبتاع في بحة كده. فقال لو قلت ما تفشلش وتنجح بقى تبقى حاجة يعني وحشة وفها. فقال هذه زهرة برية تؤخذ كما هي. قال عشان لو نكعت بقى انا كده تمام انا في السليم. انا في السليم. احنا منورنا الفنان الجميل جدا استاذ محمد ابو داود وجاي حضرتك مسج الصباح الفل استاذ محمد. انا مبسوط قوي ان انا شايف حضرتك والحقيقه حضرتك قمه الموهبه قويه موهبه قويه حقيقيه في عالم السينما والتلفزيون والتمثيل الراقي منورين جميعا تحياتي. ده محمد شاكر. صباح الخير يا محمد. 1006 رقم الاس ام اس. احنا مكملين معاكم وحوار شيق جدا 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 وممتع جدا على الصبح كده في عيش صباحك. ابعتوا مسجز بتاعتكم واسئلتكم على 1006 للفنان القدير محمد ابو داود. عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهرة رب على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب مكملين معاكم وعايزين يعني نورنا بقى الفنان محمد ابو داود. احنا عمالين نتكلم ونتناقش طبعا يهمنا ان احنا نعرف اراء حضرتك الفنيه بس نسال حضرتك شويه اسئله شخصيه بقى كده. يعني حضرتك ايه اخبار رمضان ده مبدئيا؟ ان شاء الله عندي مايك ممكن نقرب من المايك. بس بحب لا حقك. بعمل مسلسل بركه اسمه بركه تأليف محمد الشواف مؤلف جديد بس عامل شيء جميل وإخراج محمود كريم ومحمد بركة وبطولة النجم الشاب عمرو سعد مع النجمة هالة صدقي ومجموعة كبيرة بقى من الفنانين في احمد حلاوه ومجموعه من الفتيات الجداد والشبان يعني مش عايز انسى حد. تحب تشتغل مع المخرجين والمؤلفين الشباب الجداد؟ طبعا مفيش كلام ان احب اشتغل مع الشباب وخاصه لما بيبقى شباب واعي وفاهم. خاصه ان انا مثلا محمد شرف الحقيقه لما قريت النص اللي كاتبه واستغربت ان دي اول تجربة له يعني متميز جدا عامل موضوع جميل موضوع اجتماعي انساني مش هنقول سياسي ولكن في جزء لفتح الفساد انما الفساد وقصاده القيمة اللي لازم نحافظ عليها وتبقى موجودة يعني. فموضوع جميل هيشد المشاهدين ان شاء الله والشباب بيبقى المفترض ان عنده جديد يعني انا فاكر وانا مخرج جديد لسه فكان ليا الشرف ان في اول اعمالي الـ 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 الكبيره في القطاع الخاص يعني كنت عملت في القطاع العام عده اعمال مهمه للنين الرملي زي عفريت لكل مواطن اللي تم فيها ظهور عبلة كامل والشبان هي ورياض الخولي وعلا غانم ان كان اول عرض كبير ليا في القطاع الخاص للاستاذ فؤاد المهندس ومدام شوكار والاستاذ محمد عوض يعني مجموعه كبيره وجنب منهم بقى سعيد عبد الغني وكان وجه جديد جايبه الله يرحمه بقى ويرحمهم جميعا يعني وائل نور كان لسه اول فرصه. فطبعا كنت انا شاب صغير جنب الاستاذ فؤاد والاستاذ عوض ومدام شوشو فيعني انا فاكر ان انا وانا بخرج للاستاذ فؤاد انه عمر الاستاذ فؤاد واحنا قاعدين على الترابيزه او احنا بنشتغل ما قال لي يا محمد مع انه لو قال لي يا محمد هبقى انا فرحان انما يقول لي يا استاذ محمد الجمله دي مش مريحاني يا استاذ محمد المشهد ده لسه مش مستريح
انما ما يقولش شيل ده او اعمل ده او ده. الاستاذ عوض نفس الحكايه انه كنت اوقات اهزر مثلا على اساس انها انثى يعني ودلعها، فاحاول مثلا اقول مدام شوكار لها يا شوشو، فلاقيها تقول لي استاذ محمد، اقول لها بقى انا بقول يا شوشو وانت يا استاذ محمد ازاي يعني. الشباب مهم بس يبقى على قدر المسؤولية وقدر الوعي. طب بمنتهى الصراحة، الأريحية الأكتر في الشغل مع النجوم ولا مع الشباب؟ يعني زي ما حضرتك قلت الشباب لو واعي وفعلا موهوبين ده ما حضرتك ما عندكش مشكلة وبيبقى فيه راحة في الشغل، بس الأريحية الأكتر مع النجوم. النجوم يعني كله فهمة أيوة ووعية وبتقدر كويس وفي خبرة. هتلاقي حضرتك حاجة مهمة جدا، ان ما في نجم كبير الا وهو ملتزم. التزام يعني الميعاد ميعاد، الحضور حضور، الالتزام التزام. لو هو عايز يعني سيبك بقى برغم خلافنا اذا كان النجم بيختار او بيعمل او 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 او، انما ده وانا اشتغلت مع نجوم كتير جدا هو يقعد يناقش مع المؤلف والمخرج على حدة قبل ما يخشوا دخل البلاتو، هو ممثل زي اي ممثل اخر. انما للاسف في بعض مش الكل، بعض الشباب الحقيقه يعني اذا كان هو اساسا ما يعرفش يقرا دوره فبيقرا مسلسل يا عيني ده جايه من جوه قوي يعني. طب يعني اسال طب مين النجم أو الزميل يعني او المخرج اللي فعلا تحب تشتغل معاه طول الوقت وما تقولش لا ابدا وتستمتع بالشغل وانت معاه، سواء وانت بتشتغل معاه كمخرج او انت واقف قصاده كفنان وزميل ونجم وكده؟ لا انت تورطيني بقى، ما اصل حضرتك قررت شغلك مع ناس كتير فمين بقى الشخص اللي هو لا يلا لا انا هفضل طول عمري امثل معاك يعني عادي يعني. كنت اتمنى الله يرحمه ويحسن اليه نور الشريف، لانه فنان جميل وفنان لا يبخل على اي ممثل جنب منه سواء ملحوظة او كده. انا فاكر ان في الجزء الاولاني من الدالي انا يمكن في عيب شويه ان يعني بتفرج هو انا في المسلسل واشتغلت مع النجم فلان وفلان بتفرج وبنسى ان انا مثلا اكلم اقول له هاي يا استاذ او احسنت او مثلا بتاع وفجاه بعد. انا فاكر كان الاستاذ نور ومدام سوسن عملوا مشهد حلو قوي لما هو عمل الحادثة وأصيبه هو في المستشفى وهي جنب منه، كان مشهد بديع. وتاني يوم أو تالت يوم كنت أنا عامل كم مشهد كده كثير وفوجئت بالأستاذ نور رحمة الله عليه بيكلمني بيقول لي مش ممكن يا محمد اللي انت عامله حبيبي. أنا اتكسفت من نفسي لأن أنا كان لازم بعد المشهد له بغض النظر، بس أنا إيه يمكن أوقات أبقى بكسف جزء وفي نفس الوقت يعني كثير اقول يعني انا رايي هيبقى مهم أو يعني اوقات كتير كده. فده زي من المخرجين الله يرحمهم يعني اللي اتمنى ان كنت اشتغل وياه على طول، حسام الدين مصطفى رحمه الله عليه. قد ايه مخرج جميل ويحب الفنان ويخاف عليه ويحافظ عليه، وهو سواء هو او الاستاذ يحيى العالمي المخرجة المبدعة ربنا يديها طول العمر استاذة انعام محمد علي. ازاي ما بتحطش الممثل غير في مكانه وتبقى ممكن تقعد سنة تبص عليه كده بس وده حصل معايا معاها يعني. ففي ناس كتير الواحد يبقى سعيد وهو وانا مثلا انا ومحمد صبحي لما بنشتغل هيعملت معاه أعمال كثيرة جدا وهو اللي يمكن هو ولين الرملي اللي كانوا بيزقوني للضحك وأنا ما يعني كنت دايما أحس دمي تقيل إنما هم اللي كانوا يزقوني وشايفين ده. وكنت عملت من أجمل أعمالي مع محمد صبحي يعني الحقيقة يعني. الكوميديا صعبة أصعب طبعا في ليها تكنيك معين، حاجة بتستخدم تكنيك معين أو مجهود معين عشان تخش أنا بالنسبة لي لأن أنا ما بعتبرش نفسي كوميديان
اوكي انا ممثل اه فانا الضحك بيطلع مني من الجديه من خلال ان انا بذاكر الشخصيه كويس فمثله كده انا همثله كده ماليش دعوه هو يطلع ضحك يعني وقت كذا مره كان صبح يعمل ستوب ابقى انا بتكلم وهو بجد بتاع فهو يروح ضحك ويروح ماسك ايدي ويقول لك فايق اقول له انا عملت حاجه يعني انا من يعني ما اقدرش اقول لك ان انا غير ان انا بذاكر كويس ابقى عارف جد ان الموقف ده الموقف ده الشخصيه دي الجمله دي كذا طبعا خدمني حته ان انا كمخرج شويه فبفهم يعني في ممثل يجي عند الافيه وينطه ما يعرفش يعني دي صح تفاصيل طبعا في يعني في نجوم ما بتقعش في الفخ اما يجوا لا لا اما يجوا يمثلوا كوميدي او العمل او عنده افيه ما يعرفش مدوش سنس ان هو يرمي او يفرش الافيه يعني زي ما بيقولوا انما هنا ازاي يبقى ده بحيث ان يعني انا بعمل مشهد في منتهى الجديه انا وعمرو سعد الاسبوع اللي فات وانا في منتهى الجديه ومنتهى التوتر وعمرو يروح ضاحك يقول لك فيها بقى يا استاذ محمد قلت له انت عملت شو الكلام اللي قلته لدرجه عمرو وقع على الارض من الضحك يعني وانا لان انا متوازلت مجهود وذاكرت انا متورط هو بيهددني ان الفضائح بتاعتها هتنزل والبتاع ففاضل 3 دقايق فعشان يذلني يقول لي لا لسه مش هقدر اطلع اوقفه روح هات لي لازم اروح اجيب اكل الكلب اقول له انا هجيب اكل الكلب بس اطلع انت فبروح اجيب اكل الكلب وجاي فانا داخل عليه فبيقول بقول له وقفت البرنامج فهو يقول لي ايه اللي انت جايبه ده ايه الكبير ده اقول له يا سيدي مالكش دعوه كبير انا هدفع الفرق يقول لا واحنا بناكلش عرق هو فوز ده وانا كل جمله اللي بقولها كان جد جدا وقفت البرنامج فيقول لي لا ده كتير اقول له يا سيدي ياكل اللي هو عايزه وانا هاكل الباقي يعني اللي هو بس بالمنتهى التوتر جدي يعني مش في فرق ما بين انك تمثلي وانك تهزري انك ترمي فيه طب 1006 رقم الاس ام اس احنا مكملين معاكم واسئلتكم بقى بسرعه جدا لان خلاص اللينك جه للاسف الشديد اخر لينك فبعتوا مسجز والاسئله بتاعتكم قبل ما نختم علشان نسالها للفنان منورنا نجم استاذ دكتور محمد ابو داود دكتور صح لا ما خدتش دكتوره انا خدت ماجستير بس عملت دراسات العليا في بس دكتور والله بالتاريخ ربنا يخليك صباح الفل عليكم نرجع لكم تاني على طول عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم FM ونجوم FM TV